ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده معايا فيديو جديد، هعمل فيه القرص الطريه. تمام، القرص الفلاح الطريه. انا كنت الاول هعمل اللي هو البكاكين، بس قلت بقى ايه، يعني لقيت المكونات اللي عندي تعمل القرص الطريه ما تعملش البكاكين. ف القرص الطريه دي مكوناتها عندي هنا هو 4 كوبايات دقيق، عليهم ربع كوباية صغيرة خالص لبن بودرة، و معلقتين سمنة بلدي، وكوباية لبن دافي، وطبعا الخميرة، ومش هحط الباكت كله بتاع البيكنج باودر ده، انا هحط منه بس معلقة. يعني انا حطيت يعني اعتبر نص الباكت. تمام، وهحط برضو الخميرة، يعني الباكت الا ربعه. تمام، احط بس المكونات الجافة الاول كلها مع بعض، الدقيق مع رشة الملح، طبعا اي مخبوزات لازم يكون معاها رشة الملح بس، وهحط معاهم بقى بقية المكونات الجافة عندي اللي هي معلقة السكر طبعا عشان الخميرة، وربع كوباية لبن البودرة. انا كنت هعمل عيش لو بكاكين، بس لازم يتعجن اللي هو اللبن الرايب او لبن زبادي. تمام، وما يتحطلوش البيكنج باودر، يتحطله بس الخميرة. تمام، فهنكمل بقى شغلنا وهعجنها وارجع لكم بقى بعد ما نخلص العجين.